sounds really cliche, but... قد تبدو عبارتي متداولة، لكنني أشعر بأنني على قيد الحياة عندما أقود الدراجة. بمجرد خروجي وقيادتي لها والإحساس بالهواء يضرب وجهي، يمنحني ذلك شعوراً جيداً. أعتقد أنه من الضروري حقاً تفعيل هذا البرنامج، لأنه عندما تنظر إلى جانب الترفيه الاجتماعي نجد أنه لا يلبي احتياجات النساء من ذوات البشرة الملونة. برنامجنا يشمل الجميع، ممن يمتلكن خبرة سابقة في قيادة الدراجة أم لا، وذلك بفضل المجموعات التي نقسم كل فئة عليها. إن كانت لا تجيد ركوب الدراجة فنحن نزودها بالمهارات والأدوات المطلوبة لذلك. لم تكن قيادتها سهلة، كان علي ركوبها عدة مرات والسقوط منها ومعاودة الوقوف من جديد حتى أتقنتها وتغلبت على الصعوبات.